منتدى شباب العالم عقد أول جلسة نقاشية لي حول دور المجتمع الدولي في الإغاثة، وحول أيضا التداعيات الخاصة بتزايد أعداد اللاجئين في الدول المضيفة. كمان الجلسة بتتناول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على قدرة الدول على احتواء اللاجئين وتوفير سبل الرعاية ليهم، وكمان التحديات اللي بتواجه المنظمات الدولية عشان توصل المساعدات الإنسانية للاجئين. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. منتدى شباب العالم عقد أول جلسة نقاشية بعنوان دور المجتمع الدولي في تقديم الإغاثة للدول واللاجئين في الدول المضيفة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوسيع نطاق الدعم للفئات والدول الأكثر تأثراً بالتحديات التي يشهدها العالم. الجلسة ناقشت العديد من المحاور تمثلت في الحديث عن التداعيات الخاصة بتزايد وتيرة موجات اللجوء على أوضاع اللاجئين في المجتمعات المضيفة والحدودية، مع التعرف على دور الجهات الفاعلة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع أزمات اللاجئين، بالإضافة إلى تناول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على قدرة الدول على احتواء اللاجئين وتوفير سبل الرعاية لهم. أيضاً ناقشت الجلسة التحديات المتزايدة أمام المنظمات الدولية التي تقف عائقاً أمام قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.